وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. نرحب بك سعادة القاضي في نشرة أخبار الثالثة، ونتحدث بداية عن الاهتمام الكبير الذي يليه جلالة الملك المعظم وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبناء وتأهيل وترميم دور العبادة في مملكة البحرين. نشكركم على إتاحة الفرصة. في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، شهدت مملكة البحرين توسعا في تشييد وأعمار بيوت الله، وهذه المشاريع تسهم في تنفيذ الرؤية المرافقة للتوسع العمراني الكبير اللي نشهده في مملكة البحرين في المدن الإسكانية. في هذا الإطار تسعى الوزارة وبالتنسيق مع مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية والتخطيط العمراني إلى توفير احتياجات مناطق ومحافظات المملكة من بناء الجوامع والمساجد وصيانتها وإعادة تأهيلها ومتابعة إجراءاتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. هذا يجسد مدى الرعاية والعناية الخاصة التي توليها القيادة الحكيمة للمساجد وخدمتها. نعم سعادة القاضي، بالطبع هناك جهود تبذل من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لترجمة هذه التوجيهات خاصة خلال العامين الماضيين. لو نتحدث عن أبرز جهود وزارة العدل في تنفيذ هذه الخطة. شملت خطة تطوير الجوامع والمساجد التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 82 جامع ومسجد، والتي تزامنت مع مطلع شهر رمضان خلال الثلاث سنوات المتتالية. وإن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفور صدور أمر سموه عملت على مباشرة تنفيذه بالتنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية ووضع الخطط العمل لضمان إنجاز هذه المشاريع على أرض الواقع. وتسير الخطة حسب برنامجها الزمني المعتمد، فقد شهدنا في الأيام الماضية افتتاح عدد من المساجد، ونتطلع خلال الأيام القادمة لافتتاح المزيد ولتنفيذ الخطة خلال شهر رمضان المبارك. وفي هذه الشأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية التي تبذل جهودها مشكورة لاستكمال إجراءات افتتاحها واستكمال إجراءات الترميم والتأهيل للجوامع والمساجد حسب الخطة المقررة. نعم القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.